قولي فكرة ان انت كنت بديل في مباريات كتير قوي في اوقات كتير قوي، دي كانت حاجة بتضايقك؟ بديل لما كبرت في السن، لكن انت تقبلت ده؟ بقى طبيعي، اصل ده حال الكورة يعني. ايوه، بس انت ممكن تكون كبرت في السن بس لسه عندك نفس ماشي، الاداء. بس هيجي عليك وقت خلاص. انا جت عليا فترة كنت بحب اقعد اصلا، يعني بحب اقعد يعني وانزل ايه بقعد اتفرج على الناس، اشوف مين ممكن الروقان ده؟ يترقص. لا، ما هو هي بتجيلك، هي خبرة خلاص من كتر ما لعبت. انا خلاص اصلا دايما الشوط الاولاني في الماتش بيبقى كله ضرب وجري كتير، وبتاع الشوط التاني هو اللي بيبقى فيه مساحات. فانا خلاص كنت كبرت وقلت خلاص انا يعني انا اقعد. انا شبعت كورة بالنسبة خلاص. لي الشوط التاني يعني مريح جدا، خلاص في مساحات بنزل واللعب مفتوح وفي مساحات. فبالعكس انا عمري ما زعلت ولا عملت مشكلة، غير مرة واحدة بس عملت مشكلة مع مدرب اسباني اسمه ماكيدا، بس انا حسيت ان هو بيضايقني وقتها، تمام؟ ده اللي خلاني عملت مشكلة. بس عملت مشكلة ازاي؟ اتخانقت معاه؟ اتخانقت معاه خناقة كبيرة. وايه اللي حصل بعد الخناقة دي؟ لا، وقع عليها غرامة وبتاع، بس هو في الاخر اصلا ما كملش، يعني الماتش اللي بعده تقريبا حصل نتيجة سلبية وما كملش. جه كابتن مختار تاني بقى.